صباح الخير أصدقائنا الأعزاء. الآن نحن في المطبخ وسنأكل. صباح النور. صباح النور يوستينا، تطلب الطعام. هنا أفوكادو عصيدة، وهنا سمك بالسبانخ والبيض سوفلي. وحضرت أمي كابوسنياك، طبق أوكراني لذيذ ومفيد. وهنا تحضر أيضا اللحم. يستينا تطلب الطعام. ها هو كابوسنياك. لحم. Ложка впала, Юстинка, впала ложка. Ешь, Юстинка, ешь. Ах, интагейна. Мин аль-акель. تبسخت. جوي جوي جوي. امدغي امدغي امدغي. قد قلنا أبي بالسيارة إلى المزرعة. الطقس غائم ولكنه دافئ وليس عاصفا. تعجبني جدا هذه الدرجة للحرارة، ويعجبني هذا الطقس للغاية. واو، جميل جميل. يقطين. واو، يقطين اليوم أمي ستزرع يقطين. البعوض كثير. انظروا بذور اليقطين بدون القشرة. واو، جميل. بدون قشرة. أخذنا اليوم هذه القبعة لجوستينا. أمي تسقي بعض النباتات. تتفتح الورود خطوة خطوة. سأصورها لكم إياها يعني لاحقا. كل يوم تتفتح الزهور. مثلا أمس في المساء لا نراها، ولكن اليوم أتينا وهي متفتحة. يعني أمس كانت براعم واليوم زهور متفتحة تنمو في الليل. يستينا تنام الآن، ونحن سنعمل على المزرعة. قليلا.
بعد المزرعة نشرب الشاي بالشوكولاتة. مام تسفوني. الآن نغسل البوسط وكذلك عربة يستينا. وصلنا على طرد من الي اكسبرس. الآن سنفتح. قد نسيت ماذا هناك لأنني طلبت أشياء صغيرة مختلفة. أها جيد. واو جيد. دوي دولي دولي دولي. هذه الطرود أتت من الصين عبر لاتفيا إلى أوكرانيا. هنا أعرف ما هذا. لعبة لعبة للكلب. وهناك هناك أيضا. جميل جميل جميل. для собачек. Сюди корм. Мам, сюди корм треба. وهنا بنطال ليوستينا. جميل. أنا распаковуй коли. Для Юстинки штанці. رائعة أليس كذلك؟ جميل جميل جميل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. جوستينا الآن تبقى مع أمي تتعلم بعض الخضروات من هذا الكتاب. وأنا أذهب إلى مكتب البريد. ارتديت هذا القميص لأخذ هناك طردا. أتني الطرد من ألي إكسبرس. سأذهب إن شاء الله لن يكون هناك طابور طويل لأنني أستعجل. لا أترك طفلتي لمدة طويلة لكي لا تبكي. حسناً. ما شاء الله الطقس جميل. ليندا تسلم علي. هنا خشول أعشاب. رائحة الأعشاب جميلة. الناس كثيرون. إنه الصباح. أستمع إلى تغريد الطيور. الغبار من الشجرات. يفتح مكتب البريد في الساعة 9 صباحا. في هذا المبنى عندنا صيدلية. هنا مكتب البريد. لا أستطيع
أصدقائي، المحاولة فاشلة، لن أبقى هناك. يعني الطابور يمشي ببطء. سأطلب أبي أن يأتي إلى هنا في نهاية الدوام. قد لا يكون هناك طابور. سأضيع وقتا كثيرا إذا بقيت هنا. هذا نشيد وطني أوكراني. بالقرب من المدرسة يغني التلاميذ بالقرب من المدرسة النشيد الوطني الأوكراني. الآن أعبر الحديقة. هذه كلها محلات صغيرة. اليوم سنهدي هذه الكورة لكوزما. سنضع هنا العالة وكوزما سيلعب. خرجت أمي لإطعام الحيوانات ونحن نستعد لإطعام جوستينا. اشترت أمي لجوستينا هذا. هنا خوخ، تفاح وبعض الحب بدون سكر مضاف. اليوم ستأكل جوستينا بطاطا حلوة مسلوقة وجزر. هكذا أهرسه. أصبح ناعما. كذلك ستأكل جوستينا هنا ديك رومي وجزر وبصل. اشترت أمي الماء للأطفال لجوستينا. كذلك ملح. ذلك فطيرة بالقرفة لي. ما شاء الله كم هي جميلة وناعمة. وسأحضر لي لنفسي القهوة. لا يوجد حليب لذلك سأحضر القهوة بالمثلجات. والله الأمومة صعبة أحيانا. أمي ما شاء الله أخذ الشتطم. ماذا هناك؟ فيلوسيباد؟ فيلوسيباد؟ أخذت أمي الدراجة الهوائية من المرأب لأنها ستقودها إلى بيتنا الخاص، إلى المزرعة. يوستا اصبري اصبري، الله مع الصابرين. هنا مثلجات. جوستينا هل أكلت شيئا أم لا؟ أكلت قليلا. الآن نصنف ملابس جوستينا. ما شاء الله.
التطريز، أحب التطريز. الآن ننطلق إلى المزرعة. يوستينا أخرتنا قليلا لأنها نامت فجأة. زخر مرحبا بك. مرحبا. الحمد لله وصلنا إلى مكتب البريد مرة أخرى، والمحاولة الثانية كانت ناجحة وحصلت على الطرود من علي إكسبرس. الآن سنفتح وسنرى ماذا هناك. في هذا الكيس توجد أكياس أخرى. حسنا نفتح هذا. أها، واو، هل تعرفون ما هذا أصدقائي؟ هذه لصقات لتنظيف الأنف، لأوتشيشينيانوسا، لتنظيف الأنف. اليوم سأجرب وسأعطي جزءا لأبي جزءا لأمي. رائعة جدا، واو. حسنا أوتشيشينيسموشكا، نفتح هذا. جميل، ما شاء الله. واو، هل تعرفون ما هذا؟ هذا لي يعني للجبهة. عندما تكون درجة حرارة الطفل مرتفعة فنلصق هذا على جبهة الطفل، وهذا يخفض درجة حرارة الجسم. حسنا سأريكم. واو، ما شاء الله، انظروا. охолодження лоба проти температури. جميل جميل جميل. يبدو لي انني وهنا رائحة قوية جدا، رائحة العقاقير. يتساقط المطر. المطر يتساقط. شستري بس خواتي. أمورة. أمورة. لازا زوبنا. يجب. الآن عندنا استراحة. سأصور لكم المطر. هل تسمعون الرعد؟ يا. الآن يجب أن أخفي العربة. كوزا، سأخفي العربة. بخد كوزا، بخد، أخرج كوزا. لحظة. آي. المطر يشتد، المطر غزير. نحن في الهواء الطلق. دوشت مطر يوسا. أمور، كذلك يجب أن أخلع هذه الأرجوحة. واو الكرز، ونسمع أصوات الرعد. وهنا بساط، أمس غسلناه وقد اجتاف تحت الشمس. زخود باقي يا طارق.
красивый. Фустан. Ой, красивый. Фустан для Юстина. Газаль фустан. Я лику ли лиль бенталь. Аллази ахастуго амс. Вандеру. وكذلك على على رأسي. كرسيوي. جميل. يستينك هذا فستانك. فستانك. كرسيوي. هاي الطر. يتساقط المطر. الأرض. الله الرعد وعاصفة عاصفة رعدية. استمعوا إلى هذه الأصوات. أمور يحب المطر. يتألم يتأمل. هنا أمي تحضر سلطة. ماذا أهدار دي مام شذا تفرنسلا؟ البطاطس. واو البطاطس سناقلي البطاطس كلاس 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 نحب البطاطس للغاية يا دمنا سماجت اها سناسلقو يوستيا ماذا تفعلين؟ نفرح جدا هذا المطر طال انتظاره كل نبتة تحتاج إلى الماء كما الإنسان يحتاج كما يحتاج إليه الإنسان الحمد لله أمي هل أنت سعيدة ترادة؟ سعيدة الحمد لله ويستينا أيضا سعيدة تم 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 كوش 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 بعد قليل سألقي درسا في العربية وأمي ستساعدني في تربية يستينا. يستينا تحب الغناء. أنا كوزا. كوزا مرحبا بك. عندما يلوح الكلب بذيله فيعني أنه سعيد وفارح عندما يلوح بذيله كوزا 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 لا ليس فارحا الآن أصدقائي قبل الدرس سأكل شوربة شوربة الخضروات أمي حضرتها أيضا اليوم من هنا يسينا تلعب أحب أكل شوربة بالخبز ومايونيز بصل وشبت من أها من مزرعتنا خيار طماطم من المحل وبصل أبي 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 البطاطس جاهز والسلطة سأشرب الشاي بمربى
توت عليك وخبز. أخيرا خرجنا بعد المطر. أهدروا لنا بعد المواد، مواد البناء للسقف. وضعت بعض العلف في هذه الكرة، وكوزا يلعب. تكو تكو تكو. أصدقائي، اليوم عندنا احتفال بسيط. أكملت يوستينا شهرها الثامن، وأشكر الله عليها. يوستينا هدية لنا من الله. أحب طفلتي للغاية وأدعو لها. اليوم سنحتفل قد رجع زوجي من كييف، واشترى شيئا. أولا اشترى بيتزا، تسمى هذه البيتزا بأربعة أنواع من الجبن، ساخنة. كذلك هنا كعكة أسترخازي، جميل. وخبز، زبدة مالحة بالملح، وكذلك شوكولاتة. هذه شوكولاتة للأطباء، في يوم الاثنين سنذهب إلى المستشفى. شهية طيبة، زوجي تعبان جدا. جميل. أنا покажи в розрізі. رائعة، واو واو. رجعت أمي من المزرعة.